بين الجهات بين الجهات تاخذنا للحمامات اليوم الصباح وين نلقاو فاش نحكيو على سيمبوزيوم انترناسيونال دو لارت دو لا موزايك. معنا السيده لطيفه بدال مديره المديره الفنيه للسيمبوزيوم هذا في حمامات. نحكيو على الفوسي فوسي تاعنا. مرحبا بك على موجه اكسبريس اف ام. مرحبا بكل المستمعين. ازيك؟ شكرا لك. مرحبا بك على موجه اكسبريس اف ام. اذا من نهار 20 ماي مازال متواصل حتى لنهار 5 جوان في الحمامات الملتقى الدولي لفن الفسيفساء. يعني سي بروفيسيونيل هذول تاع المختصين في الفسيفساء من العالم تلموا في حمامات. طبعا هم المختصين في فن الفسيفساء تلموا في هذا الملتقى الدولي لفن الفسيفساء بالحمامات لإنجاز جدارية عملاقة فيها من ذاكرة دار سيباستيان. واضح. كان تعطينا أكثر تفاصيل شكون اللي حضروا شنو البرنامج الفوسي فوسي اليوم اسكو قاعدة تتطور ولا نعملوا الفوسي فوسي كما كانت قبل كما نعرفوها تاريخيا وإلا فيها معناتها فما تطورات صاروا عبر العصور وتوا خاصة معناها ولا شنو تقدر تقول لنا على الفن هذا اليوم؟ فن الفوسي فوسي هو يبقى دائما فن الخلود طبعا من الفن الفوسي فوسي الروماني الإغريقي البيزنطي. ثم تطورات تعرف أنت في تونس قيمة كبيرة جدا معناتها من الجداريات في المتاحف نتاعنا بفن الفوسي فوسي وقيمة كبيرة برشا من ألوان الحجارة الطبيعية الموجودة في الجبال التونسية. منذ مدة شفنا الفسيفساء نقص الاهتمام به إلى درجة أنه بدأ يضمحل شيئا في شيئا وبدأت الناس يعني ما تمنيش اهتمام كبير وما تمنيش تطور هذا الفن ولا بعثه في المدارس أو المعاهد في تونس. موجود طبعا المتاحف والمتاحف الأغلبية ما يزوروش وما يعرفوش حتى يزوروها ما يعرفوش شنو هو الفن الفسيفساء. منذ مدة معناتها كان التفكير في بعض المعارض للوحات فسيفسائية لتونسيين وأجانب في تونس، ملتقيات قومية ملتقيات دولية للتعريف بهذا الفن ولإحيائه ولجعله يعني خارج المتاحف. اليوم كما قلت معناتها فما برشا اقبال، فما حتى شركات تنتج في معناتها ديكيت للاطفال، فما ديزاتولي قاعدين يسيروا انشطه ساعه حتى في المؤسسات وكل معناتها نتاع الفسيفساء. ولليوم هذا جيد وهذا جيد يعني هذا يعني هو كيفاش نحافظوا عليه باش ما تكونش هكا مبادره. هو تاريخ هو عبق التاريخ ولازم يكون موجود يعني للأجيال القادمة. احنا اللي نعملوا فيه توا هو اللي باش يبقى للأجيال القادمة. يعني إنجاز جداريات فيها هدف فيها رسالة فيها ذاكرة لبلادنا فيها تاريخ، هذا هو المطلوب وهذا هو الهدف اللي يبقى للأجيال المقبلة إن شاء الله. واضح. كما حبيت اقول لك معناها كيفاش باش ما تقعدش هكا مبادرات. نختم بالسؤال هذا منا ومن غادي، كيفاش نجموا ممكن ما نعرفش فماش نوادي فماش جمعيات شنو تنصح ممكن اولياء يسمعوا فينا؟ انا واحد من الناس معناتها مغروم على الاخر معناتها ما نضيع حتى فرصه نشوفها. معناتها اي حاجه نشوفها نحاول معناتها نساهم في النشاط هذاك وغيره او الاطفال معناتها وكل. فماش عندك نصايح للناس تحب تقرب من والله هي توا في دور الثقافه في الواحد يجب ان تكون معناتها نوادي فن الفسيفساء الى جانب النوادي الاخرى. معناتها ما نعرفش علاش ما فكروش في
باش تكون نوادي فن كوسي كوسا. احنا قاعدين نعملوا في دوريات يعني للاطفال ولا حتى في المعاهد معناتها، اذا كنت التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي يعني حاولت قدر المستطاع باش يكون عندنا نوادي نتاع فن كوسي كوسا. والحمد لله معناتها نوعا ما نجح من ملتقيات في المركز الثقافي الجامعي حسين بوزيان كان ناجح جدا، فهمت؟ ونحاولوا معناتها المحاولات لازم تكون من المجموعات الكل، جمعيات، مدارس، معاهد، دور ثقافه، دور شباب، وان شاء الله ربي يوفقنا ونوصلوا نعملوا حاجه لهالجيل اللي ما تعطش حقيقة للفن وما تعطش باش يعرف شنو فن فوسي فوسا. احنا توا يجيونا لهنا حتى في زيارة يقول لك كيفاش ترسم بالحجارة، شنو تعمل بها، كيفاش تقص، كيفاش نلقاو اهتمام. ثم جانب من الاهتمام عند الأطفال خاصة اللي عنده حب الاطلاع وعنده حب اللمس، لمسة الحجارة يحكي معاها. معناتها ان شاء الله احنا نامل ان يكون ان شاء الله يتعمم في برشا نوادي في عده مؤسسات في تونس ان شاء الله. توكا يعطيكم الصحه. مازلتم مصير 5 جوان العائلات وكل نجم يجي يزوروا ولا باش يقعد بروفيسيونيل؟ اي لا مرحبا بكم فوالا. الناس الكل تنجم تجي تزور ان شاء الله. احنا نكملوا يوم 5 جوان يا سيق الاختتام ورفع الستاره على الجداريه، ومرحبا بالجميع.